أنا النهاردة مع أستاذة إيمان. أستاذة إيمان، السلام عليكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنا كلمت حضرتك من كام يوم وكان معايا ابني، بس أنا معرفش أتكلم. هو مدمن. طيب وبعدين؟ معناها له حاجة، هو عنده 42 سنة. طيب. وولاده ماشيين بقالهم من 12 سنة، ربنا يحميهم يا رب، ثانوية عامة، يعني محترمين جدا. المهم ان هو خارب الدنيا، خارب الدنيا، خاربها لدرجة ان انا عايز يعني وديته يتعالج، وخرج قعد شهر كويس، وبعد كده رجع للادمان وللخراب من تاني. طيب ما هو لازم لما يتعالج ما يخرجش غير لما يكون قد تعافى تماما، ولازم يعني نبعده عن البيئة. اسمعي بس يا استاذة ايمان، اللي فيها المصحة وديته فيها وصرفت عليه كتير جدا، ما هو مش لاقي له حل. فانا لو فيها حل مع حضرتك حل. طيب بص حضرتك، احنا عندنا دلوقتي مراكز، عندنا في مراكز تابعه لمكافحه الادمان، لمركز مكافحه الادمان، فاللي هو التابع لوزاره التضامن، ده بيقوم بجهود مهمه جدا جدا جدا. فحضرتك تواصلي معاهم، وحضرتك قولي اللي انا من طرف البرنامج، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامور، وهتكون كل الامور كلها على خير ان شاء الله. ولو في اي حاجه انا تحت امر حضرتك، لكن لازم ابن حضرتك يروح عشان يتعافى، لان هو ده الحل الوحيد. بدل وصلنا الى حد الادمان لابد من التعافي قولا واحدا.